الوقاية خير من العلاج. تأكيد. عايزين نتجنب ان نوصل للمرحلة الفشل الكلوي في نقاط معدودة. على مستوى الكلى يعني اول حاجة انك تتابع يعني اكتر اسباب فشل كلوي في مصر او في العالم السكر والضغط. اللي احنا ما بنسألش فيهم، انا ماشي كويس، طب انا لو خلي بالي من السكر وخلي بالي من الضغط وتابعناه كويس زي شهرين او شهر زي ما بنقول، لازم يتحلل، روح الدكتور، المريض حاسس انه كويس، الدكتور شافه قال انك كويس، تحاليله كويسه بالنسبه للسكر، قياس الضغط بتاع العين كويس، يبقى ده فعلا كويس، لكن هو ماشي كويس. والمصيبه جايه المتابعه وتحليل بول، تحليل بول مش اكتر، يعني مش اكتر، الكلى بتخرخر زلال ولا لا، ضغطه ما بينزلش ولا لا، يعني واحد عايز ياخد علاج ضغط اربع انواع وما بينزلش، طب ما لازم يكون في سبب في الكلى. ما هي الكلى مشكلتها ان فشل الكلى المزمن اذ فجاه بيجي لنا العيان كده، لكن لو متابع يقدر يتم اكتشافها بدري فيقدر يتم التدخل بدري، نقدر ناجل هذا الموضوع، ناجل الفشل الكلوي والغسيل الكلوي، يؤجل ل 20 30 سنه. السكر والضغط ايه تاني؟ السكر والضغط دي واحد، اثنين في امراض المناعه زي الزبده الحمراء دي واحد، اثنين الروماتويد، مرض الروماتويد اثنين، ثلاثه التهابات الكلى والبول المتكرره، اربعه نخلي بالنا ده تحليل البول، البول ده مرايه الكلى من جوه. يعني هي الفكره كلها في تحليل البول ده، يقدر البول بس يتعمل صح، يتقري صح. وفي ناس كده مش البول من عند المعمل كمان، يعني يقول لك اصل المعمل حلو اداني البول من عنده، يعني فده بالتاكيد. يعني الميه ودورها؟ لا الميه اصل حتى الميه لو وحشه هنفترض هذا، ده انت بطريقه بسيطه لو حط قطن على الحنفيه وربطناها بشاشه وسن الميه تنزل عليها وشربتها وغليتها خلاص خلص موضوع الميه. فمش هي، لا الميه دورها مش كبير، لا زي ما الناس متخيله، مش هي الاساس لا خالص، لكن الامراض اللي قلنا عليها دي الاساس الفشل الكلوي بالتاكيد يعني. تمام.